بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في الشارع المصري. برحب بزميلي العزيز النهاردة في البرنامج يحيى العدوي. ازيك يا يحيى، عامل ايه؟ مرحبا بك استاذ خالد، بالشارع المشاهدين، منورني النهاردة. منورك يا باشا. أعزائي المشاهدين، طبعا هنا معانا النهاردة هنتكلم يحيى عن قانون ضرب الزوجات. وده القانون ده طبعا مقدماه مشروع قانون، مقدماه النائبة أمل سلامة. النائبة أمل سلامة شايفة إن مشروع إن ضرب الزوجات ده شيء مهين، واخد بالك، للزوجة المصرية. فطبعا هو في قانون أصلا بيطبق حاليا بيقضي بحبس الزوج سنة مع غرامه طبعا من 10 جنيه ل 200 جنيه. فطبعا الكلام ده هي شايفه ان الكلام ده يعني غير مناسب للجرم اللي بيقع على السيده المصريه، فهي مقدمه مشروع قانون بتتكلم فيه على اساس ان هي عامله قانون بيتم تغليظ العقوبه على الزوج اللي بيضرب زوجته. فطبعا هي مقدمه القانون ده، هي شايفة ان القانون ده يعني هيكون مناسب للسيدة المصرية. المفاجأة هنا يا يحيى ان هذا القانون ترفضه الزوجة المصرية. انت ايه رأيك؟ مش الزوجة لوحديها، عندك الدكتور هدى رئيس اتحاد نساء مصر رافضة برضه مشروع القانون، بتقول لك لان اكثر من 86% من الازواج حسب احصاءات المجلس القومي للمرأة بيحدث شرخ كبير في المجتمع وفي الأسرة المصرية، وبدل ما احنا بنحل بنعقد المشكلة أكتر. عندك الدكتور أمنة نصير برضو بترفض مشروع القانون. طبعا الدكتور أيضا برضو الدكتور أحمد ماضي أبو العزام استشارة الطب النفسي بيتكلم، هو طبعا يؤيد الدكتورة هدى بدران، مؤكد أن الذهاب المرأة إلى الأقسام شيء مرفوض بين أفراد المجتمع المصري، والإحصائية التي لديه تؤكد أن 60% من الزوجات يتعرضن للضرب، بينما الأزواج تتراوح بين بنسبتهم ما بين 30% في 40% يتعرضون للضرب. يحيى، مين الخسران في الموضوع ده؟ الأسرة كلها، المجتمع المصري بكامل بكامل طرفه، الأبناء، الزوج والزوجة خسرانين في نفس موضوع القانون ده. تمام. احنا كشعب مصري كلنا بنرفض طبعا إهانة الزوجة المصرية، لأن الزوجة المصرية هي عمود البيت، أساس البيت، هي كل حاجة. فطبعا كل العلماء وكل اللي هنا الناس بتتكلم على ان طبعا ان ضرب الزوجة وحبس الزوج لمدة 5 سنين، فطبعا انت كده في تدمير الأسرة. طب فككت الأسرة بالكامل، مين يعول الأسرة طبعا؟ ولا وبص، مش على الأسرة بس، على الأطفال اللي هيتشفضوا. تمام. طيب ولكن ماذا عن حكم الدين؟ حكم الدين هنا بقى تؤكد دكتور أمن نصير أستاذة الفقه والعقيدة بجامعة الأزهر أن مشروع قانون سجن ضريب الزوجات لا يحل مشاكل الأسرة المصرية، بل يزيدها اشتعالا طبعا، لأن حكم حل مشكلة الضرب يأتي من أهل الحكمة من الأسرتين، سواء كان الخال أو العم، حتى تعود الأسرة وتعود المودة والرحمة. أضافت الدكتورة هدى نصير أنها وهي طفلة صغيرة كانت ترى هذا التدخل من كبير العائلة للصلح بين الطرفين. فده العرف اللي في الشارع المصري عندنا، لما حد بيغلط بيروح لكبيره، الكبير يخش يحل المشكلة، بتتحل، مش بنستنى انها تروح قانون ولا تروح محاكم. طب هنا نحتكم إلى العرف أو الدين أو القانون، فطبعا انت ايه رايك؟ لا، مع القانون، مع العرف والدين، مع القانون برضه، لان دوله ماشيه على قانون، فدوله الدستور ماشيه على الدستور، فلازم العرف مع القانون. هو يحيى هنا القانون بيقول حبس، فهل يعقل ان يحبس عائله الاسره الوحيد اللي بيقوم على رعايتها؟ فطبعا وماذا لو تم حبسه؟ بعد ما يخرج من الحبس كيف يتعامل مع زوجته واولاده؟ لا مجال للتعامل معه، بدل ما هيبقى كان في فرصه ان اصلاح بين الزوجين، كده انتهت الفرصه، ما فيش اصلاح. هي معضله كبيره طبعا، معضله كبيره، ولكن الموضوع ده يحتاج الى طبعا نفرد له اكثر من حلقه، ويكون معنا متخصصين في هذا الشان عشان نتكلم باستفاضه عن هذا الموضوع. طبعا معنا تقرير يا جماعه، تقرير جاهز؟ معنا تقرير دلوقتي اعزائي المشاهدين، هنطلع نشوف التقرير ونرجع تاني، استنونا. نرحب بالدكتور محمد عبد المتجلي. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. ده سن بعد يا فندم حضرتك، دور التنميه في تنميه المجتمع المدني، دور الجمعيه بتاعه التنميه دي اللي موجوده في فؤوس
دور اجتماعي في كل حاجة، ناحية حضانة، ناحية خدمة الفقراء، ناحية خدمة أي حاجة اللي تقدر الجمعية تعملها. ومن ضمن الحاجات اللي أنا فيها دلوقتي الحاجة الطبية. الحاجة الطبية دي عيادة بأرخص الأسعار، بأسعار رمزية عشان الناس الغلابة اللي موجودين في المنطقة هنا. فحضرتك كان دي الجمعية دي منشأة حديثا، واخدة ترخيص الحمد لله، وأعضاء الجمعية اللي فيها دي كلهم ناس أفاضل. هنجيك أستاذ شيماء. أهلا بحضرتك. ممكن تعرفي حضرتك؟ أنا اسمي شيماء شريف، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية، مدير ومدير الروضة، مسؤول لجنة دعم الأيتام لطب الأسرة، المدير التنفيذي للجمعية ومشرف على الدورات التدريبية. طب عزيزي كمان عايزين في الخدمات تقدمها للجمعية للمنطقة كلها. والله الجمعية أول ما بدأت، أول ما نشأت خالص، أنشأنا روضة تحفيظ قرآن، وبعد كده الحمد لله رب العالمين نجحت، وبعد كده فكرنا في موضوع التدريب. الدكتور محمد شريف رئيس مجلس الإدارة، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، جاب لنا منحة إعداد قادة وتخطيط استراتيجي للبلد هنا، وكان أول مرة تنتقل للأقاليم. دربنا 400 فرد من الكوادر التربية والتعليم بالإدارة التعليمية، وبعد كده المتفوقين منهم المتميزين بعتناهم أكاديمية مصر العسكرية، خدوا استراتيجية الأمن القومي. هم الحضرتك اللي هم خدوا إدارة التدريب هنا، خدوا شهادات تخرج بيها من هنا؟ خدوا الشهادات مختومة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم بختم النسر وختم الخارجية عليه. وخدوا الدورة ب 100 جنيه، أساساً الدورة دي أساساً كانت بياخدوها في القاهرة ب 2000 جنيه. فالدكتور أول ما انتقلت للأقاليم إحنا جبناها هنا في فاووس، ودربنا الشباب ودربنا الكوادر التعليمية هنا. طب الجمعية بتقدم خدمات إيه لأهل المنطقة نفسها؟ خدمات العامة؟ هقول لحضرتك. بعد كده بعد موضوع الدورات دوت، الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا ونجحنا، ولو عايزين نودي حد أكاديمية مصر العسكرية بنبعته برضه بجواب من الجمعية عن طريق الدكتور محمد الشريف. بأجر رمزي ولا طبعاً بتبقى منحة ب 350 جنيه، أكاديمية مصر العسكرية ب 350 جنيه، وبيدفع 50 جنيه أو 25 جنيه تبرع للجمعية بالإيصال، وبياخد إيصال من هنا وبياخد إيصال من هناك. وطبعا حضرتك عارف أهمية الدورة دي، يعني مهمة طبعاً جدا للشباب هنا برضه. طب عايزين نتعرف، تمام، عايزين نتعرف حضرتك رأي الدكتور محمد إن إحنا قبل، يعني قبل كل حاجة التنمية في الفكر، تمام، إنك تدرب الشاب. طبعا عايزين بقى دور الجمعيه بقى في خدمات اهل المنطقه النفسيه، خدمات يعني بعد كده اجتمعنا احنا رؤساء مجلس الاداره، اعضاء مجلس الاداره، وفكرنا في مشروع العياده. فتكرم مشكورا دكتور محمد الشريف، تبرع بالدور الارضي كله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه من الجمعيه المصريه للتنميه والتنشيط السياحي. معانا الدكتور ابراهيم رضوان، كما يطلقون عليه اسد الخير. دكتور ابراهيم اهلا وسهلا بحضرتك. اسد خير، برحب بحضرتك يا فندم، نورتنا النهارده في الجمعيه المصريه. وطبعا ان شاء الله مش هتكون اخر مره تنورنا ان شاء الله. اولا اعرفكم بنفسي، انا دكتور ابراهيم رضوان، اخصائي جراحه العظام وكسور المفاصل. وانا هنا مشارك مع في العيادات الطبيه الخاصه بالجمعيه من اول ما بدانا النشاط. وهنا احنا بنقدم خدمه طبيه على اعلى مستوى، بتخدم طبعا طبقات الايه الكادحه والفقيره من الناس باجر رمزي او مجاني. وان شاء الله مستمرين فعلا خير ان شاء الله. دكتور ابراهيم، عايزين نسال حضرتك على دور حضرتك في الجمعيه والانشطه الطبيه المقامه من خلال الجمعيه. واحنا طبعا عارفين حضرتك هنا كله بيطلق، يعني دكتور ابراهيم هنا معروف انه اسد الخير، لا يكل ولا يمل من العمل الخيري، ودائما متواجد في الجمعيه لخدمه طبعا اهالينا من الناس الطيبين. والله في البدايه طبعا اشكر كل الناس اللي معانا في الجمعيه هنا، تمام، على دورهم كبير، وانا دور يعني دورهم ما يقلش عن دوري نهائي. يعني هو الناس برضو احنا كلنا كفن مع بعض، كفن في كتف، عشان اقدم خدمه طبيه للناس، تمام، وما نقصرش مع اي حد محتاج عمليه مثلا مجانا او باجر رمزي، مش هتاخر عنه برضو. احنا هدفنا الاول والاساسي ان احنا نوصل. هو اخصائي التربيه خاصه محمد فتحي. اهلا بيك يا استاذ محمد. عايزين نعرف استاذ محمد بعد اذنك، يعني ايه دور الجمعيه في تأمين المجتمع؟ والله دور الجمعيه خاص مثلا بمجالات عديده،
وعلى رأسها مجال التربية الخاصة اللي بيخدم الأطفال وخصوصا أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين أصحاب المشاكل السلوكية وأصحاب مثلا لو تكلمنا عن مثلا الحاجات اللي الجمعية بتتيحها للأطفال ذوي الاحتياجات مثلا زي عندك الفئات زي أطفال التوحد أطفال التأخر الذهني أطفال صعوبات التعلم أطفال ضعيف السمع وزرع القوقعة أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه أصحاب المتلازمات المشاكل اللغوية عند الأطفال اللغوية زي مثلا التهته اللجلجة الخنف وإلى غير ذلك. تمام. طب الجمعيه حضرتك يا فندم يعني عندك كل يوم مثلا بيجي مجموعه اطفال وليك يوم معين في تقديم الخدمات ديت الاسبوع؟ اذا علشان خاطر مثلا دورنا ودور الدكاتره المتخصصين في المجالات الثانيه احنا كل واحد مثلا مقيد بوقت معين نظرا لايه لظروف مثلا الدكاتره مثلا في دكاتره دكتور العظام ممكن يجي وقت دكتور البطن ممكن يجي وقت انا برضه ممكن ايه كاخصائي. حضرتك انت محدد يوم للتخاطب يعني؟ اه طبعا. ما هو احنا مثلا كنظام الوقت مثلا بمعنى ان احنا ممكن نشتغل مثلا دكتور اخصائي التخاطب ممكن يشتغل من الساعه 1 للساعه 5 وممكن على حسب وجود الحالات. بمعنى ايه؟ طبعا انا بشكر الاستاذ خالد ندى ان هو تكرم مشكورا واجى يصور المشروع بتاعنا وبشكر كل الناس القائمه على العمل. وطبعا النهارده طبعا انا طلبت من الاستاذ خالد ان انا عايزه اوجه كلمه شكر لكل اعضاء الفريق الأستاذة سمر، الأستاذة علياء، الأستاذة مياسين، الأستاذة مروة، الأستاذة أمنية، دول الأستاذة فاطمة، الأستاذ أبو فندود، الأستاذ صبري عياد، دول المجموعة بتاعتنا. دي مجموعة الخير بتاعتنا وعلى رأسهم الأستاذة زينب حاتم. طبعا احنا أول ما بدأنا شغل القوافل كل الناس خوفتنا عشان ظروف فيروس كورونا، هي أول واحدة شجعتنا وقالت يا بنات هنعمل إجراءات الاحترازية وهنلبس كمامات ودور الجمعية إن احنا نوفر الإجراءات الاحترازية دي، إن احنا هنعقم إيد المريض وهنديله كمامة لو هو ما معهوش الجمعية توفرها برضو وهنقف نعمل العمل الخير دوت وربنا سبحانه وتعالى إيه. أعزائي المشاهدين رجعنا تاني بعد الفاصل والجمعية المصرية للتنمية والتنشيط السياحي. طبعا رئيس مجلس إدارة يحيى دكتور محمد شريف، نائب رئيس مجلس إدارة مدام شيماء شريف، والمدير التنفيذي ومسؤول لجنة دعم الأيتام. جمعية التنمية للجمعية المصرية للتنمية جمعية عاملة حاجة محترمة جدا، يعني عاملة ملتقى توظيف، عاملة يوم لليتيم، عاملة برضه في شهر رمضان في كراتين طبعا للناس المحتاجين، احتفال بعيد الشرطه، انتداب اطباء في جميع التخصصات، حج وعمره، استضافه يوم طبي، بتعمل يوم طبي في جميع التخصصات لطبعا المرضى، فحاجه محترمه جدا يعني طبعا تشكر عليها طبعا مدام الشيخ. الاستاذ خالد الجمعيه المصريه للتنميه والتنشيط السياحي من افضل الجمعيات اللي بتعمل في فؤوس وبتعمل على ارض الواقع وبتخدم فؤوس اهل فؤوس واجوارها، يعني القرى اللي جنب فؤوس كلها بتخدمهم، وربنا يبارك في المشرفين عليها يا رب ويجعلهم ذخرا لفؤوس واهل فؤوس. ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم طبعا، لان احنا محتاجين يحيى، يعني احنا محتاجين في كل شارع جمعيه وفي كل بيت جمعيه، كل بيت مش كل شارع، لان هو ده التكافل الاجتماعي اللي احنا بنتكلم عنه. لما تيجي مثلا في ناس ممكن يبقى عنده نوع من الحرج انه يجي يسالني او يسالك، ولكن هو بيعتبر الجمعيه حاجه طبعا محترمه، بيروح في صيانه للكرامه، في برضه رايح كده ايه محتفظ بكرامته. كمان الجمعيه برضه عايزين نتكلم على حاجه برضه يعني من طلبات الجمعيه، هو في ينقصها جهاز اشعه تلفزيونيه، تمام، جهاز تعقيم، جهاز رسم قلب، دي حاجات طبعا بنتمنى طبعا من المقتدرين ورجال الاعمال الفوش كلهم يتبرعوا لهذه الجمعيه ونطالب اهل فؤوس كمان حتى. واحنا كبرنامج طبعا ورجال الاعمال فؤوس والمقتدرين فؤوس يتبرعوا له. تمام. كلام محترم. طبعا حاجه محترمه جدا. فطبعا بنتمنى هو ده اللي بقول لك عليه، اللي احنا هو ده التكافل الاجتماعي. لان انت برضو بلدنا محتاجه زي ما قلنا، وفي ناس يعني برضو على قدهم، وناس في ناس بتبقى ممكن يكون محتاج وعنده في البيت مفيش حاجه خالص ويتحرج يجي يسالك. عفاف اجتماعي، عنده عفه، مش هيروح يطلب من ده ومن ده ومن ده. فدي طبعا حاجه محترمه جدا، واحنا بنحيي طبعا دكتور محمد شريف ومدام شيماء شريف. يحيى عندنا حاجه محترمه طبعا عايزين نتكلم عليها النهارده، وحاجه طبعا اسعدت مصر كلها واسعدت الشارع المصري من خلال برنامجنا النهارده، وهو طبعا عايزين نتكلم على مباراه الاهلي والدحيل في كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه طبعا النادي الاهلي، والله الاهلي شرفنا بس حرق اعصابنا. لعب الشوط الاول وما شاء الله
جه في الشوط الثاني انهار بدنيا، انهيار بدني من جميع اللعيبه. تمام. والحمد لله ان ربنا عدى على خير وطلعنا بال 1-0، كنا نتمنى نتيجه افضل من كده، وربنا يوفق ووفق الاهلي ووفق اللعيبه ان شاء الله في ماتش البايرن قبل النصف النهائي يوم الاثنين المقبل الساعه 8 على ما اعتقد. اه ان شاء الله. انت شايف ان موسيماني هيقدر يجاري بايرن؟ على قد ما يقدر يقفل ويلعب على المرتدات، ما لهوش حل غير كده. صحيح. عندك سرعات كهربا، محمد شريف، قفشه. انت شايف ولتر بواليا، ولتر بواليا هو اللعيب النموذجي لراس حربة النادي الاهلي، وهل هو ولا محمد شريف ولا مروان محسن؟ يعني لا ما تحكمش على ولتر بواليا من 5 ماتشات، هو ما لعبش غير 5 ماتشات في الاهلي، ما تحكمش عليه من اوله. عندك فلافيو جيل الاهلي قعد سنه ما جابش الا جون واحد. انت عارف ان فانيله الاهلي تقيله على على على, على لعيبه كتير يعني. ماشي ماشي انا ممكن معاك. يقطع الدنيا في فلافيو جيل الاهلي قعد ايه؟ قعد سنه ما جابش غير هدف واحد في غزل المحل وبخلف دماغه الخلف. نصبوا على باليا، هو لعيب يجي منه، انت عندك شفت انت الماتش بتاع امبارح؟ ما شاء الله كويس. كلام محترم جدا، بس هل 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 جمهور الاهلي عنده استعداد يصبر سنه على نصبه. على نصبوا عنده اللاعب فيه عنده امكانيات نصبوا عليه. هو زي ما حضرتك عارف ان احنا عندنا عقم في مركز راس الحربه، ودي مشكله. مشكله مصر على مر التاريخ. رقم 9 بالذات نوادر. رقم 9 بالذات حسام حسن طبعا اجيال كبيره جدا وراس حربه يا متعتنا، فطبعا عايزين مواهب في المكان ده يا يحيى. طبعا وكمان عندك الشوط الاولاني بتاع الدحيل عاملينه بص ولا اروع من كده. لا ولكن هل الشوط الثاني الاهلي وقع بدنيا؟ الاهلي وقع بدنيا في الشوط الثاني، الشوط الاول ممتاز فوق الممتاز تكتيكيا بدنيا مهاريا اللعيبه كمان يعني ما شاء الله، لدرجه ان الدحيل كان خايف من الاهلي مترقب الاهلي يعمل ايه؟ يحيى انت عارف تاريخ الاهلي طبعا في مصر وفي افريقيا، وانت هتعرف انه وصل كاس العالم للانديه كم مره طبعا، ودي المره السادسه اكثر الانديه العربيه والافريقيه مشاركه في البطوله، دي السادسه، واخد عامل برونزيه لكاس العالم للانديه طبعا حاجه محترمه جدا. فطبعا اي حد لازم يعمل حساب للنادي الاهلي. الاهلي من افضل الانديه، يعني ثاني افضل انديه العالم بعد ريال مدريد، الارقام بتاعته اللي بتقول كده، مش احنا اللي بنقول، احنا بنحلل بتاع جماهيريا. تمام. بعد ريال مدريد هو الاهلي. تمام، بس برضو ارقامه في 13 ماتش خد بالك، يعني يخسر 9 منهم ويكسب 4، برضو مش دي ارقام. قصدي بطوله خروج المغلوب، يجي في 22 هدف يسجل 12 هدف، برضو احنا يعني مش ده الاهلي ومش ده اللي جماهير الاهلي مستنيه منه. دي بطوله خروج المغلوب، اللي بيكسب بيكمل، اللي بيخسر بيروح، ما تلعبش انت ما جاش دوري. طب تقول ايه ان من المنتخبات الافريقيه متقدمه في المراكز عن المنتخب المصري عالميا، فطبعا بالاخص الدوليه كمان، يعني كاس العالم القارات، كاس العالم الانديه، يعني صن داونز قبل كده يمكن لعب مركز ثاني في كاس العالم الانديه، فطبعا احنا الفتره الجايه عايزين، يعني هو النادي الاهلي هو مصدر السعاده لجمهور المصري للشارع المصري بالكامل. فطبعا عايزين. طب احنا انت بتتمنى او انت توقعك لماتش او مباراه بايرن يعني ايه؟ اتمنى الاهلي يفوز. دي تمنيات. توقعات لا، توقعات لا، ليخسر 3 فرق 3 3 1 4 1 3 0 كده لو خسر هيلعب 3 لا ورابع. هيلعب 3 ورابع ويتمنى يصعد، بس خلاص صعد من النهائي، ربنا كرمه وتغلب من البايرن، يلعب 3 ورابع ربنا يكرمه في الاخر الثاني. بس يبقى بمزيج يا يحيى، برضه احنا يعني طموحنا كاهلاويه وكشارع مصري وكجمهور الاهلي، يعني احنا طموحنا ايه؟ ليه ما نكسبش البايرن؟ ماشي، طموحك امكانياتك ايه قدام البايرن؟ انت امكانياتك ايه قدام البايرن؟ هو مش بعيده، مش بعيده، ممكن عزيمه اللعيبه وقوات اللعيبه ربنا يكرمهم ويكسبوا. وبعدين البطوله في قطر، ماشي، هو ادراكها ما خطر، يعني احنا يكفي الجماهير المصريه الموجوده هناك، يكفينا الجماهير المصريه الموجوده، كانك بتلعب في مصر، كانك بتلعب في القاهره، في وسط جماهيرك، في وسط بيتك، في وسط اهلك.
اللعيبه امبارح كانت بتلعب، شفت فرحه حسين الشحات بالهدف، راح للجميع كان ما فيش جميع ما صدق. طب موسيماني احنا ملاحظين ان هو بيبدا كويس قوي دايما، الشوط التاني بيبقى قليل. طب وموسيماني، طب احنا برضو كان عندنا فايلر، واخد بالك فايلر برضو كان عنده الحته الفنيه برضو اعلى فايلر يعني. يعني الاهلي خسر فايلر. الاهلي خسر فايلر. الباير خد بالك، الباير فاز على برشلونه 8. ماشي انا معاك. كل مباراه لها ظروفها. لا قدر الله ممكن البايرن يقع، الاهلي يكسب. انا اتمنى، بس توقعت ان البايرن يكسب. هو وانا توقعت انا شخصيا احنا نكسب الباير 1-0 ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طبعا بما اتكلمنا على، احنا اتكلمنا على الرياضه، على الاهلي، هنتكلم على نادي فوز. والله بص بعد اذنك بقى اتكلم على طبعا فوز دي طبعا الفريق، فريق فوز اللي هو فريق النادي الرياضي، الفريق دوت بين شبراوي، بين حط الصخر بقياده المدير الفني كابتن محسن الشبراوي. الفريق عنده 24 نقطه، يحتل المركز الثاني خلف بلبيس. تمام، خلف بلبيس باقل الامكانيات، ما فيش امكانيات مع الفريق. ما فيش دعم، لا دعم مادي ولا معنوي. انا بطالب واناشد جميع اهل فؤوس، مسؤولين، رجال اعمال، عشاق الرياضه، مواطنين بدعم هذا الفريق لعل وعسى يصعد. القاعده، احنا بنتكلم على القاعده من تحت يحيى، يعني احنا بنناشد طبعا وزير الشباب المحترم اهتم بالقاعده من تحت، القاعده والناشئين، لان هي دي دي اساس، دي اساس المشروع. محمد صلاح يعني بنتمنى مصر كلها تبقى كلها محمد صلاح. نتمنى دخل قومي للبلد. طبعا 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 احنا كابتن محسن الشبراوي عايزين نقدم له تحيه من خلال برنامجنا الشارع المصري، عامل حاجه محترمه جدا، عامل فريق شباب ولا اروع من كده، بيفحط في الصخر زي ما حضرتك قلت، بنناشد رجال الاعمال، رجال الاعمال تقف جنب، تقف جنب فريقنا، لان احنا يحيى نفسنا يبقى عندنا فريق في الدوري الممتاز، في الدوري الممتاز. اتمنى الشرقيه تستحق، الشرقيه فؤوس. اتمنى الشرقيه وشرقيه الدخان وفرق السكه الحديد والترسانه وطبعا ودرجه جميع الفرق المظاليم اللي احنا بنتكلم عنهم محتاجينهم، وخصوصا ما لانهم انديه جماهيريه، انديه جماهيريه، ما هي دي اللي بتدي رونق للبطوله. هي دي القاعده اللي احنا بنتكلم عليها. من غير جماهير الكوره مالهاش لازمه. تمام. ما يعني اي فريق يعني طبعا عايزين انا لتاني مره او للمليون بناشد رجال الاعمال في مركز فوز. معلش يعني مش حاجه يعني لما نقف جنب فريقنا، لا مش حاجه، لا وانتوا قادرين على كده. فؤوس والشرقيه يعني مليانه رجال اعمال وخيرين، ناس محترمه وفيها خيرين كتير. فطبعا احنا عايزين وانا بقدم تحيه ثانيه وثالثه وعشره لكابتن محسن الشبراوي، كابتن محسن ورجالته اللي معاه، مدرب اللعيبه اللي معاه، مدرب ان شاء الله يا يحيى، ان شاء الله رب العالمين فتره بسيطه هيبقى ليه شان كبير جدا في عالم التدريب، في عالم التدريب كله، لانه طبعا عامل حاجه محترمه جدا ان شاء الله. فطبعا ربنا يوفقه يا رب ونشوفه مدير فني منتخب مصر، مش هقول لك يعني يا رب ان شاء الله رب العالمين. طبعا بنقدم، اتكلمنا النهارده عن الجامعه المصريه واتكلمنا عن الجميع. اعزائي طبعا يحيى بشكرك النهارده، حلقه رائعه واتكلمنا في حاجات كتير. فالنهارده كده اعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت النهارده، انتظرونا الاسبوع القادم ان شاء الله في 5:30 قناه الصحه والجمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.